الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نبدأ شرح الأسئلة الخاصة بالمومنتوم. Problem 1. A horizontal 50 mm pipe in which 1820 لتر per minute. إذا هذا اللتر per minute لازم نحوله إلى متر مكعب per second of water are flowing. إذا هذا البايب يجري به مي، الكيو مالته 1820 لتر والدايمتر 50. انلارج 200، إذا ازداد هذا من 50 كبر صار 100 مليمتر دايمتر. If the pressure in the smaller pipe is 138 كيلو باسكال، إذا الضغط هنا 138. Calculate يريد الماجنتيود مقدار and direction of horizontal force on the enlargement. أول إجراء نسوي control surface، هذه نخلي عليها السرعة والضغط V1 V2 V2، ونعتبر القوة تأثيرها Fx بهذا الاتجاه. عندي هنا محور واحد، إذا كمل المحاضرة مالنا لأن النت ما شاء الله كمل المحاضرة. إذا نجي على الحل، الكيو كيو تساوي لي 1820 لتر بير منت، أضرب أقسم 1820 على 1000 وأضرب المنت في 60 تصير ثانية، فأقسم على 60000 طلع عندي الكيو. في 1 عندي الفي 1 كيو على اي 1 وفي 2 كيو على اي 2، الكيو نفسه هنا بتطلع لي السرعة في 1 وفي 2. أطبق برنولي بين 1 و 2، في 1 في 1 زيت 1، في 2 في 2 زيت 2، زيت 1 وزيت 2 مع بعضها يروحون. في 1 معلومة عندي، في 2 تبقى المجهولة. بهاي الحالة البايب هنا، البايب ما متصل بالاتموسفيريك بريشر، وهنا ما متصل. من ينطيك بالسؤال هذا الرسم، هاي دائرة وهنا قوس وهنا دائرة وهنا قوس، إذا البايب بدايته ما معلومة ونهايته ما معلومة، احنا فقط ناخذ هذا الجزء، يعني شغلنا على هذا الجزء وكأنما مقتطعيه، مقتطعيه يعني ما عنده اتصال بالاتموسفيريك بريشر. إذا عندنا هنا بي 2 فقط مجهولة، طلعها يطلع لنا الضغط البي 2. هسه نعلم عندي بي 1 وبي 2، هو أنا حتى أطبق المومنتوم لازم أعرف بي 1 وأعرف بي 2 وأعرف في 1 وأعرف في 2، هاي كلها لازم أعرفها. فهسه كلها عندي معلومة، أطبق المومنتوم إكويجن، مجموع قوة على محور إكس تساوي رو كيو في 2 إكس، في 2 هي الإكزيت أو الأوتلت، والفي 1 إكس هي السرعة للدخول الإنلت. القوة عندي بي 1 اي 1 وناقص هاي عكس المحور بي 2 اي 2، والاف اكس يعني فرضتها بهذا الاتجاه انطي اشارة زايد ساوي رو كيو بي 2 بي 1. البي 1 اي 1 معلومة، بي 2 اي 2 ايضا معلومة، الاف اكس هي المطلوب، الاف اكس مطلوبة عندي هاي 30 30، لأن ألف في 0.03 صارت 30 متر مكعب بير سكند، مو متر مكعب وإنما رو في كيو، رو في كيو هاي مضروبة في السرعة، ناقص سرعة 1 يطلع للإف إكس، هذا مقدار القوة المطلوبة بالسؤال اللي هي الإف إكس. السؤال الثاني، السؤال الثاني عندي conical enlargement in a vertical pipe line. إذا عندي conical شكل مخروطي، هذا الشكل المخروطي، شكل مخروطي يكبر، يكبر يتوسع إلى 600 متر 300. نكمل المحاضرة لأنها منقطعة النت، شوف تاليها. إذا عندي كونيكال
كونيكال يبدأ ب 300 ويتوسع إلى 600 المسافة. طول الكونيكال من طينية 1.5 متر. يريد the magnitude and direction of the vertical force. هذا ال F. هاي ال F يريدها جد مقدارها on this enlargement. إذا عندي ال Q منطيني ال Q 0.3 متر مكعب per second of water flow upward through the line and the pressure at the smaller end, the enlargement is 200. منطيني هنا الضغط بالإنلت على الكونيكال هو 200 كيلو باسكال. فعندي هنا الضغط معلوم. فأجي أول شيء Q معلوم عندي وأري عندي دايميتر، فأطلع V1 وأطلع V2. أطبق برنولي بين واحد واثنين. ال P1 معلومة، V1 معلومة، ال Z1 و Z2 هو الفرق بيناتهم واحد ونص. V2 أنا دور لها والV2 معلومة، فبسط المعادلة V2 راح تطلع لي 1693.7 كيلو باسكال. أجي هسه أطبق المومنتوم. قبل ما أطبق المومنتوم أوجد الحجم. الحجم هو جاما، جاما في الفوليوم. أوجد الويت، الوزن. الوزن هو الجاما في الحجم. الحجم مال هذا الشكل، الحجم مال هذا الشكل هو باي باي إج. باي إج الإج واحد ونص على 12. دي 1 هذا الدي 1 تربيع، زائدا دي 1 دي 2 زائدا دي 2 سكوير، فهذا الحجم. فيطلع للدبليو بالكيلو نيوتن 2.42 كيلو نيوتن. اجي اطبق المومنتوم. المومنتوم مجموع القوى على محور زد هي بي 1 اي 1 ناقص بي 2، بي 2 عكس هاي البي 2، بي 2 اي 2. عندي الدبليو هم عكس هاي إشارة تناقص، والاف الفورس هي مع محور زد إشارتها زائد. فإذا عندي أربع قوى بي 1 اي 1 ناقص بي 2 اي 2 زائدا اف زد ناقصا دبليو يساوي رو كيو في 2 ناقص في 1. أجي طلع هنا البي 1 اي 1 والبي 2 اي 2 كلها معلومة. أجي بعدين أعوضها بالمعادلة، يبقى عندي بس ال F Z مجهول. أطلع منها ال F ال F Z I مو X I Z on enlargement direction. السؤال الثالث والأخير أو قبل الأخير هو عندي the axis of the pipes are in vertical plane. إذن هذا vertical plane يعني B W. The flow rate 2.83 متر مكعب على الثانية of water. يريد calculate magnitude, direction قيمة ومقدار and location of the resultant force of the water in the pipe bend. بالبند منطينا البند volume 1.05 متر مكعب. نجي ما دام منطيني الماس فلوريت أو الفلوريت، أوجد ال V1. أسوي هنا control surface، وهذا اف اكس، هذا المحاور اكس وهذا اتجاه الزد. اجي هنا اوجد ال في 1 وهي نفس ال في 2 لان الدايميتر نفسه مع البايب. اذا في 1 يساوي في 2 و4.45 متر على الثانيه. الحجم منطيني او بالاحرى هي منطيني الحجم، فاطلع الوزن القامه 9810 في 1.05 طلع عندي هاي القوه الاخرى، قوة الوزن W. أجي أطبق برنولي. برنولي أطبقه بين واحد واثنين. فهنا ال P1 V1 Z1 P2 V2 Z2. نكمل بعد ما انقطع النت. ما شاء الله ترافيك لايت. فوصلنا البرنولي، تطبيق برنولي، نطبق برنولي. عندي ال P1 معلومة منطينية 34.5،
يبقى عندي بس ال V2. V1 و V2 هي نفسها، والزيت منطيني اياها اشقد الزيت 0.9، فتطلع لي P2. اجي اطبق المومنتوم. هنا عندي محورين X و Z. ال X انا اول شيء ناخذ الزيت، القوة اللي مأثرة باتجاه الزيت هي P1 V1 و P2 V2 و FZ. هذه ال FZ عكس المحور انطيها ناقص، والW عكس المحور اما انطيها ناقص. راح اجي اوجد ال B1 V1 B1 A1 طلعها، B2 A2 هم طلعها. اجي B1 A1 هاي قيمتها، B2 عندي هنا صفر. ليش صفر؟ لان بزاوية 90 مع محور زد، والاف زد هي المطلوبة، والوزن انا طلعته بالسؤال 10355 يساوي لي رو كيو. هاي الرو كيو مضروب في V2، V2 عمودية، V2 عمودية على المحور صفر، ناقص 4.45 V1 تطلع لي FZ. FX ال FX نفس الشيء بس على محور X، MP1 A1 وP2 A2 عكس المحور ناقص، وال FX لأن ما عندي هنا الوزن ما أخذه، أخذه فقط في حالة الZ أو هو صفر. صفر هذا اوكي نعتبره موجود باستأثيره بزاوية 90 درجة. اهم رو كيو بي تو ناقص البي 1 هنا صفر لان بزاوية 90 مع ناخذ البي 2 اي 2 والافكس هو المطلوب، هذا معلوم عندنا. السرعة بي 2 هي مع المحور اكس البي 2، والزيت مع الزيت هاي بزاوية 90 تساوي صفر، طلع عندي الافكس. القوة الكلية هي fx سكوير زائد nz سكوير يطلع لي هذا، والزاوية تان ناقص المقابل، المقابل هو الزيت على المجاور اللي هو الx، تطلع لي الزاوية 40 درجة. السؤال الأخير بهذا الموضوع هو calculate the force on the bolt. عندنا هذا الشكل يريد القوة هنا، شد القوة على هذا البولت. water is flowing، إذا عندنا الفلويد هو water. منطينا الكيو 56.5 لتر بير سكند، حولها إلى متر مكعب. ما دام عندنا كيو وعندنا دايمتر 150، إذا السرعة 3.2 بكل البايب، V2 بالنوزل هنا، عندنا هنا النوزل يختلف، هم كيو اي 2 تطلع للسرعة بالنوزل. هسه طبق برنولي بين 1 و 2، V1 V1 Z1 P2 V2 Z2 عادي. عندي ال P1 منطيني اياها، وين ال P1؟ ال P1 هي المطلوبة، اوكي. ال P1 انا اريده، والV2 هي اتموسفيرك لأن النوزل متصل مع ال V2 ناقص V1 يبقى عندي، تطلع هاي مقدار ال P. هسه اجي اطبق، هسه عندي V1 معلوم، V2 معلوم، V2 اتموسفيرك بس يعتبر معلوم. اجي اطبق المومنتوم، طبق المومنتوم. هنا ما عندي وزن لأن الشكل هذا مع المستوي او مع سطح الارض، يعني ما صعد عن الأرض بزاوية، عنده حقله من فوق هذا شكل. فB1 B1 A1 عكس X لأن أنا مثبت المحور، هذا X وهذا Y، والB2 A2 أيضا عكس، وعندي الF، الF اعتبرت اتجاهي شيء زايد، V2 ناقصا V1. أجي الB1 طلعنا ناقصا الB2 صفر لأن اتموسفيرك، زائدا الاف هنا رو كيو، والسرعة V2 ناقص V1. V2 V2 هذا ال V2، V2 مع الاكس، والV1 عكس الاكس، فناقص ناقص ناقص هاي ناقص، لأن الV1 هنا عكس الاكس، فأنطيها إشارة ناقص تطلع لي القوة. وبهذا نكون قد انتهينا من
المومنتوم بشكل مفصل